أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله حول وابدع صلاة تكون دخيلة. متابعي القناة السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. زيد سعيد باش نتلاقاو في حلقة جديدة واللي من خلالها غادي نبسو شوية في الذاكرة ديال حوم سيدي بن سليمان وما كتزخر به هاد الحومة العريقة اللي اتخذت الاسم ديالها من دافنها أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجزولي والملقب مول التالي، اللي توفى سنة 1452 بحاحة وتدفن بأفوغال في الصيادمة، ومن بعد نقل من قبره لمدينة مراكش في 1465 ميلادية وتدفن جثمانه تحت جدار قبة الطريح الحالي باش ما يسرقوهاش المجاهدين اللي كانوا كيرغبوا في الحصول عليها، حيث كيتمنوا بها في المعارك اللي كانوا كيخوضوها انذاك. هو ربيع رجال مراكش زيارة ضريحه يوم الجمعة اللي كتختتم فيه القراءة الأسبوعية لكتاب دليل الخيرات، الكتاب اللي الفرسان كيحملوه في المعارك صحبة القرآن وباقي الآن كيحملوه على شكل قلادة في الطبوريضة. وهذا الكتاب اللي ما معروفش العدد النسخ دياله لأن الطبعات دياله كثيرة بزاف داخل المغرب وخارج المغرب. كان الجازولي كيحفز على الجهاد ضد احتلال النصارى والسواطئ المغربية وعلى الثورة ضد الحكام المتصلين المتخاذلين. أسس السلطان السعدي أبو العباس أعرس الطريح ديالو باش يتجمعوا فيه أتباع الطريقة الجازولية. ترممت القبة ديالو في عهد السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله، أضيف مبنى الطريح إلى المسجد اللي كيتعتبر آخر مسجد كتأخر فيه الصلاة يوم الجمعة إلى آخر وقتها حتى اتداركها اللي فاتوا صلاة بن سكر الحضرة المراكشية. سيدت أغلب الديور والمسجد الجامع بهذه الحومة في عهد السلطان المريني أبو سعيد المتوفي في 1465. من المعالم ديال هذه الحومة السقاية الشهيرة لقرب الطريح، وكذلك المصرية اللي في جنب الحمام تحفة وهو من أقدم حمامات الحضرة الباهظة. كتبدأ حومة سيدي بن سليمان الجازولي من مسجد بن ناصر ودار الحاج صالح الكزار والحوانت اللي كتليها بحال حانوت سيدي قرمول العربي بعيرات مولاي إدريس بازقا مولاي علي الخراز الصويري سي فاتح سي مبارك العطار بوقشابين إلى آخره حتى القعصور. الدروبة ديال هاد الحومة قعصور عرس الحباس التريبة الجديدة قاع خليز درب دراوة درب بوعليلو درب القوري طريق السويقة درب الجامع درب الرياض درب السيموح درب الشيخة درب الساقية درب الفران درب المعدة درب العرصة درب الشليكي درب ميارة درب بن موسى درب إحيحان درب حمد البرج درب البارودي درب علال القلاوي درب التلمودي درب الكزار درب الكرمة. وكتظهر القبة ديال ضريح سيدي مسعود متواجدة درب الشفاج درب ولف سنطيط كذلك درب سيدي أحمد السوسي. سيدي أحمد السوسي نسبة إلى الوالي الصالح المتصوف أبو العباس أحمد بن علي الوداسني المعروف بالسوسي المتوفى سنة 1147 هجرية. العائلات اللي سكنت هذه الحومة وكان اعتذر إلى ما ذكرتش بعضها أو سقطت سهوا، أذكر من بينها سمرقندي بن إسماعيل سنطيط سقلي من سقرون سميز أمنزو اللمتوني الحوري القوري العكاري الإدريسي العلوي بن فارس المودي المصباحي حريملا الشحيح الإدريسي العزيزي بن الزاوية التحفي لقيمي صدقي. من ناس الحومة الأستاذ نوفل برحان الفقيه أبو البناء ضولو الفقيه السرغيني الفقيه بن إسماعيل الإمام مولاي أحمد سمرقند المقرئ الشيخ القضابري مولاي هشام العلوي القيم على مدرسة بن يوسف سي عمر الصريدي الحبيب سمرقندي الأستاذ الجامعي بفرنسا ومدير مجلة أفاق مغربية المرحوم المناضل العزيز بن إسماعيل الدكتور
سي محمد المصباحي، الدكتور يونس اللمتوني، الدكتور يوسف اللمتوني، الإعلامي إسماعيل الأستاذ إسماعيل حريملا، الشاعر والكاتب المسرحي محمد سهرمان، الإذاعي والأديب والشاعر محمد السقلي، المؤلف المسرحي الأستاذ مولاي الغالي السقلي، الفنان المسرحي الأستاذ عبد اللطيف التحفي، الفنان الأستاذ أحمد بن إسماعيل، الشاعر والفنان مولاي محمد السقلي، الأستاذ مبارك القنوني، الأستاذ عبد الله بن إسماعيل، سيدي محمد الشناق، أستاذ عبد القادر الصدقي، الشيخ سيد طاهر منزو وأبناء سي أحمد وسيد محمد رحمه الله تبارك وتعالى، منشد الطرب الأندلسي والمديح والسماع المرحوم عبد المجيد السملالي الملقب بالفران، منشد المديح والسماع حاج دري الصوابني، الممثل محمد زروان، سي عمر مول الفران، باك بور السواي، مولاي الطيب الشفاش، سي عبد القادر الصوابني، مولاي عبد الرحمن التلمودي مقدم الطريح، ناس الرياضة هاد الحومة كنلقاو العميد سي عباس بن الإمام لاعب مولودية مراكش في الخمسينات، عبد المجيد المريس لاعب المولودية والرئيس الملكي والمنتخب الوطني، مولاي المحزوب العزيزي لاعب نجم مراكش، سي محمد المريس لاعب المولودية المراكشية، ميلود مرقب بطاطا لاعب المولودية المراكشية، لإخوان عبد اللطيف وكمال بن شقرون لاعبي المولودية المراكشية، ومولاي الغالي أزكان وعزيز البهجة من الوجوه المرحة، المعلم سيدي أحمد قاق رحمه الله وأخوه عبد الرحمن، محمد أبو سراس، مومو بعودة. كنتمنى نكون الممت شوية بهذه الحومة العريقة. دمتم بألف خير، أجمل وأبهى